أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد فإنه يقدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الإمام مسلم ووافقه الذهبي، قال: وقال بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وفي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي، وهو هذا الدعاء للمسجد الحرام وغيره من بيوت الله من جميع المساجد، فإنه يردد هذا الدعاء العظيم: بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، وليقل: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كما أنه إذا خرج يقول هذا الدعاء ويستبدله بقوله: اللهم افتح لي أبواب فضلك.